أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. أعزائي المشاهدين، نرحب مع اليوم بضيفتنا مدام سناء من لاكولمينا بيوتي هايف. مرحبا مدام سناء. أهلين. بداية شكرا لتواجدك معنا اليوم، أتمنى تعرفينا شوي عنك وكيف كانت بداياتك مع الصالون. أهلا وسهلا فيك، أنا سناء صاحبة الصالون. كان دايما عندي حب وشغف للصالونات، وكنت دايما بتمنى يعني انه يكون عندي صالون، والحمد لله حققت هذا الحلم وصار عندي صالون. طبعا بدعم من زوجي، يعني هو ساعدني لحد ما الحمد لله فتحت الصالون. ما شاء الله. مدام سناء، ممكن تحكي لنا شو انواع الخدمات اللي بتقدموها في الصالون؟ نحن بنقدم كافة الخدمات، يعني العناية بالشعر، العناية بالاظافر، مساج، كل شيء بخص الجمال، كل شيء بخص الجمال يعني، والخدمات اللي بتتقدم يعني بالصالون. ما شاء الله. عندكم اي نوع من العلاجات للشعر، للوجه، للاظافر؟ طبعا عندنا علاجات يعني متنوعه للشعر، وطبعا عندنا كل شيء بخص الاظافر، من نيل اكستنشن، من جل، من نيل ارت، شو ما بتحبوا يعني، كل شيء ما شاء الله. يعني ممكن نحكي كل ما يخص المراه في مكان واحد. أكيد. ما شاء الله. أكيد. كيف تميزتوا بتقديم هذه الخدمات؟ صراحة نحن نقينا يعني حاولنا ننقي أفضل المنتجات، يعني حبيت أن تكون منتجات الشعر كلها أورجانيك، وبالنسبة للأظافر كمان نقيت براند يكون يعني لونج لاستينج، يطول أكثر يعني للزباين، والحمد لله يعني أنا كل الزباين مبسوطين بالمنتجات اللي بنقدمينها. ما شاء الله. لو حبينا نحكي عن المستقبل، وين بتشوف الصالون بالسنوات القادمة وشو خطتك المستقبلية؟ الصراحة أنا عندي يعني حابة يكون لاكولمينا، لاكولمينا هي خلية النحل باللغة الإسبانية، فحابة يكون يعني ننتشر مثل خلايا النحل يعني في كل مكان، ويكون لنا أفرع كثيرة إن شاء الله. يعني هيك أنا خططي المستقبلية إن شاء الله. أتمنى لك الأفضل إن شاء الله. تسلم يا رب. مدام سناء، من خلال خبرتك في مجال البزنس، شو نصيحتك لأي حد عنده اهتمام انه يفتح بزنس نفسك في الإمارات؟ انا نصيحتي لكل حدا بيحب يكون عنده بزنس انه يعني يدرس الموضوع ويبلش فيه وما يتردد، لانه هون في دولة الإمارات يعني كل شيء مسهل وميسر لجميع العاملين يعني هون، وللأصحاب المشاريع يعني، وفي دعم كبير من الحكومة وتسهيلات للجميع، فأي حدا عنده مشروع يعني ما يتردد. نهاية مدام سناء، بدنا نشكرك على وجودك معنا، ونخبر المشاهدين كيف ممكن يوصلوا ويتواصلوا مع الصالون. طبعا احنا موجودين على برامج التواصل الاجتماعي، لنا صفحتنا على الانستغرام وعلى الفيسبوك وعلى تيك توك، وفيهم يتواصل معنا عن طريق الواتساب، وارقامنا طبعا ارقام الصالون. لوكيشن الصالون؟ لوكيشن الصالون بالجي في سي دبي، ديستريكت 12. شكرا جزيلا مدام سناء. أهلا وسهلا فيك. إلى هنا أعزائي المشاهدين، نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي أمان الله.